بعد 6 سنوات من الحادث، كشف تحقيق فرنسي عن أسباب سقوط طائرة مصر للطيران في طريقها من باريس إلى القاهرة في المياه الإقليمية اليونانية بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر، حيث أثبت التحقيق أن الطائرة تتحطمت نتيجة لنشوب حريق بسبب سلوك غير احترافي من طاقم الطائرة التي كان على متنها 30 راكباً مصرياً و15 فرنسياً وعدد من الجنسيات الأخرى بالإضافة إلى طاقم الطائرة المصري. ولمعرفة مسار التحقيقات في القضية التي ينظرها أيضاً القضاء المصري، معي دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بمصر. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً بسيادتك. في البداية، عند الحديث عن طائرة مصر للطيران المنكوبة في العام 2016، المسار الطبيعي للتحقيقات في حوادث الطيران وفقاً للقانون الدولي؟ نعم، المسار الطبيعي في مثل هذه الأحداث أو الحوادث، حوادث الطيران، وحين يكون هناك تداخل ما بين الدول كما في حال حادث مصر للطيران الآتية من باريس إلى القاهرة، من المفترض ومن المحتم أن تشكل لجنة مشتركة، لجنة دولية مالتي ناشونال متعددة الجنسيات، تضم في ثناياها وعناصرها العديد من العناصر المهمة، سواء كانت الشركة المصنعة، الشركة الناقلة، شركة التأمين، شركة الصيانة التي يتم فيها صيانة كمان، وفضلا عن ممثلين عن الإيكاو وأيضا ممثلين عن الدولتين مصر وفرنسا. هذا حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تقرير فني حاسم جازم عن ثمة لجنة مشتركة، ولكن كل ما صدر أحاديا انفرادا عن الجانب الفرنسي لا يعد في نظر الثقات من خبراء القانون الدولي والمتخصصين في حوادث الطيران إلا اجتهادات، ولم تكن الاجتهادات الفرنسية المتتالية وعددها في 3 اتجاهات. نعم. اجتهادات طيب. عفوا، تفضلي. دكتور أيمن، حضرتك قلت إن هي بتكون لجنة مشكلة من جهات عدة بما فيهم الجهة المصنعة للطائرة، ولكن إحنا منذ الأيام الأولى لاحظنا إن باريس أو المدعي العام بباريس فتح تحقيق قضائي متعلق بالقتل الخطأ بين قوسين لأننا لا نعلم سبب الحادث. لماذا صمتت مصر تماما؟ لم تصمت مصر، على العكس لم تصمت. أولا التقرير، وحتى التقرير الأخير، هي تقارير فرنسية انفرادية، تقارير فرنسية انفرادية. مصر لم تصمت، ومصر أصدرت بيان أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها في مصر وضمت خبراء دوليين، وهذه اللجنة توصلت ليقين حاسم وفقا للمصادر الرسمية لمصر للطيران بأن كانت هناك متفجرات على جثث وهيكل طائرة الحادث، ومصر فعلا لم تصمت منذ الأعوام السابقة. دكتور أيمن، وصحح لي حضرتك، ده كان في بداية الحديث حينما أعلن عن تحطم الطائرة أو عن اختفائها في الأيام الأولى. مصر صرحت بذلك بدون الرجوع إلى الصندوق الأسود، لكن حتى الآن لا يعلم مثلا المصريين الذين ذويهم كانت على طائرة، على متن طائرة مصر للطيران، تفريغ الصندوق الأسود. هل تم هنا في مصر أم تم في فرنسا؟ هل مصر لديها هذه الأدوات التي تسمح لها بتفريغ الصندوق الأسود؟ هل لديها البحث عن تحطم الطائرة، عن الجثث؟ من كانت لديه الصلاحيات للبحث في هذه الأدوات والخروج بنتيجة معلنة سواء للرأي العام الداخلي أو حتى لجهات التحقيق الخارجية؟ بدأ الصندوق الأسود في مثل هذه الحوادث ليس هو التقرير الفني الحاسم الجازم الذي يعتد به إذا حدثت مثلا وفق الرواية الفرنسية، إذا كان حدث مثلا أن الطيار قام بالتدخين وكان ذلك السبب وفقا للزعم الفرنسي. وحتى أيضا الصندوق الأسود لا يكشف عن ما إذا كان وفقا أيضا للتقارير الأولية الفرنسية الانفرادية أن الطيار كان في حوزته 4 من البرفيوم من المعطرات في حوزته، وهذه المعطرات قامت بالتفاعل الكيميائي مع السيجارة
المزعوم أن قائد الطائرة المصري كان يدخنها، لذلك الصندوق الأسود لا يكشف إلا عن طبيعة وكنه المحادثات والمراسلات أو ما إذا كانت هناك استغاثة. بناء على النتائج التي خرجت مؤخرا من قبل السلطات الفرنسية حتى وإن كانت تسريبات لبعض الصحف، هل ماذا يحدث بعد ذلك؟ يعني هذه النتائج أعلنت، هناك رابطة للضحايا الفرنسيين في فرنسا تتحدث باسمهم، إيه اللي بيحصل بعرف القانون فيما بعد؟ اللي بيحدث ان بيتم تعويض اولي preliminary compensations لعائلات الضحايا، وهذا التعويض بيكون هناك ممثل قانوني لهم بالادعاء المدني امام المحاكم الفرنسيه، وهو شركه التامين التي قامت بالتامين على هذه الطائره. ولكن في ذات الوقت، وان كان صدر التقرير الاخير منذ ايام عن محكمة استئناف باريس، فلمصر لها كل الحق والاختصاص والأهلية القانونية أن تقوم بنقد مثل هكذا التقرير، في حتى إن لم يكن في فرنسا ذاتها، وفي حتى المحافل الدولية وخارج الإقليم الفرنسي. طيب، إن ثبت أنه كان خطأ بشري وسقوط الطائرة بسبب خطأ بشري، وهي السلطات الفرنسية أفردت 3 نقاط، ليس التدخين فقط، التدخين كان إحدى النقاط الثلاث، إذا ثبت أنه خطأ بشري وقع على متن الطائرة أو وقع تحديدا في قمرة القيادة، النتيجة النهائية أو التعويضات كيف ستتم؟ هل ستتم من قبل مصر للطيران الشركة، أم هتكون شكلها بيتوافق عليه إزاي؟ السؤال مهم، ولكني أرجوك برضو أؤكد أن التقارير الأولية الفرنسية الانفرادية ذكرت مسائل متعلقة بأن الطيار كان يحوز لديه هدايا شخصية ومقتنيات شخصية عبارة عن بيرفيومز، وهذا البيرفيومز تفاعل كيميائيا مع السيجار. أو لماذا أكرر هذه المعلومة أو حتى الحقيقة الفرنسية المزعومة؟ لأن هذا يؤكد أن ثم التضارب في التقارير الفرنسية في هذا الشأن، وما كان لفرنسا أن تتسرع في إطلاق تصريحات أو حتى تحقيقات أولية دون ما استند. ولكن إذا ثبت ووفق لجنة مشتركة أو لجنة متعددة الجنسيات ليست انفرادية، لا مصري ولا فرنسي، وكان الخطأ البشري هو في جانب الطيار ومساعده، أو حتى إهمال معين بأي شكل من أشكال التقدير، فهنا مصر للطيران عليها في البداية التشديد والتأكيد على اتباع كافة المعايير العالمية الدولية التي وضعتها الإيكاو فيما يخص السلامة والأمن والصحة في الرحلات الجوية، سواء في الجو أو على المهابط في هذه المسألة. والمسألة الثانية، من المؤكد أن شركات التأمين في نهاية المطاف ترجع في النهاية على مصر للطيران، إذا كان هناك حقيقة مؤكدة جازمة بأن الخطأ البشري المصري هو ما وراء الحادث الذي كلنا نأسف له. بالقانون يا فندم، هل المفترض ان مثل هذه التحقيقات يكون في الجانب الاخر او المقابل لها تحقيقات مماثله، يعني على الجانب المصري؟ لانه الجانب المصري كما شاهدنا الفتره الماضيه هو تحدث عن انه افراد طاقم الطائره لم يكن لديهم تاريخ في التدخين، انما لم يذكر نتائج تحقيق ثابته وافتراضات لماذا سقطت الطائره او ماذا حدث في الدقائق الاخيره قبل السقوط. في هذه الحاله بالقانون، نعم، التقارير المصريه حضرتك الرسميه وموجوده ومتاحه على شبكه المعلومات العالميه للجوجل، أفادت بأن ما وراء الحادث هو عمل إرهابي، هو تفجير عبارة عن مسحوق، عن بودرة، متفجرات معينة كانت في داخل الطائرة. هذا هي وجه، ليست وجهة النظر، هذا هو التصريح الرسمي الصادر عن السلطات المصرية
الوطنية هنا في مصر. صدر التصريح ده امتى او التحقيق ده امتى؟ منذ سنوات، يعني ليس الآن، ليس منذ أسبوع، ربما كان مباشرة بعد أول تقرير ابتدائي صدر عن فرنسا. المسار القانوني للمفترض الجهات المصرية تتخذه ما هو؟ سبق أني وضحت لسيادتك أن مصر لها كل السلطة والأهلية القانونية في أن تنقض ما صدر انفرادا عن فرنسا أمام المحاكم الفرنسية المختصة، ربما محكمة النقض، لأن ما صدر عن محكمة استئناف باريس. وإن مصر إن لم تجد الإنصاف أو الانتصاف القانوني العادل في فرنسا، فلمصر أن تخرج خارج الإقليم أو المجال أو الدومين الفرنسي إلى أي هيئات دولية مختصة للفصل في مثل هكذا نزاع. أشكرك دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بمصر، شكرا جزيلا للمشاركة على شاشة بي بي سي.